بعد كده بنبدأ الفصل الخامس، إعداد موازنة جارية ورأسمالية. الموازنة هي خطة كمية بشكل نقدي، بيتم إعدادها وإقرارها مسبقا لفترة زمنية محددة للوصول لهدف محدد. طيب، احنا قلنا الفصل ده عبارة عن موازنة جارية وموازنة رأسمالية. الموازنة الجارية بتتعمل لفترات قصيرة، غالبا 12 شهر، سنة مالية، أحيانا أقل من سنة. بتتكون من إيه؟ بتتكون من الموازنات الآتية. أول موازنة نبدأ بيها اللي هي موازنة المبيعات، تعتبر أول نقطة نبدأ بيها في عملية إعداد الموازنات الفرعية، هي إعداد موازنة المبيعات. دي بتوضح الكميات والقيم لكل منتج متوقع بيعه خلال فترة مقبلة. يبقى إذا أنا ما بعملش موازنة إنتاج الأول، لا، موازنة المبيعات هي الأول، بعملها بعدد الوحدات وبالجنيهات. ممكن تكون ربع سنة، ممكن تكون شهرية، وممكن تكون عن السنة كلها. بيتم إعداد تلك الموازنة سواء لمجموعة من المنتجات أو المناطق إلى آخره. بنشوف عندي هنا التمرين صفحة 139، بيقول لي توفرت البيانات تلاقي الشركة إكس خلال عام 2011 بتنتج منتجين سين وصاد، عدد الوحدات المتوقع بيع 10,000 وحدة من المنتج سين، متوزعة على حسب الفترات الربع سنوية. الربع الأولاني 50%، الثاني 25%، الثالث 10%، الرابع 15% على الترتيب. عدد الوحدات المتوقع بيعها من منتج صاد عندي 20 وحدة، نسبها على الفترات ربع سنوية الأربعة 20%، 20%، 20%، 40%. سعر البيع المتوقع 5 جنيه و3 جنيه، يعني 5 جنيه للمنتج سين و3 جنيه للمنتج صاد. هو عاوز يعمل موازنة المبيعات للشركات فترات ربع سنوية للسنة كلها. هعملها أولا لمنتجين، كل منتج أعمل له فترات ربع سنوية، كل منتج هعمل له عن السنة كل. يديك 60,000 اللي هي في الصفحة اللي قبلها، المنتج صاد على مستوى السنة ككل 60,000. يبقى أنا عملتها على مستوى المناطق وعلى مستوى الأربع تربع للمنتجين. دي موازنة المبيعات. الموازنة اللي بعد موازنة المبيعات، يعني بعد ما تنبأ بعدد الوحدات المتوقع بيعها وقيمة المبيعات المتوقعة، ببدأ أعمل موازنة الإنتاج. إذا موازنة الإنتاج أعملها في ضوء توقع موازنة المبيعات بالكمية، يعني أنا بستفاد بعدد الوحدات المتوقع بيعها واعتبرها مدخلاتي في موازنة الإنتاج. مين اللي بيعمل الموازنة دي؟ طبعا مدير الإنتاج. بتوضح إيه الموازنة دي؟ بتطلع في الآخر بالكمية فقط. إيه هي الكمية؟ كمية الوحدات المتوقع إنتاجها من المنتجات مثلا العام القادم. طب اتوصل ليها بمعادله. المعادله بتقول لي ايه؟ موازنه الانتاج بالوحدات او برنامج الانتاج بالوحدات عباره عن المبيعات المتوقعه اللي انا متوقعاها في موازنه المبيعات بس بالوحدات، زائد كميه المخزون المتوقعه او المرغوب فيها اخر المده برضو بالوحدات، ناقص كميه المخزون المتوقعه او المرغوب فيها اول مده بالوحدات. ناتج المعادله دي هيديني في الاخر موازنه الانتاج. طب مرتبط بموازنة الإنتاج بعد كده على أساس إن أنا هديهم في تمرين واحد موازنة المواد الخام. موازنة المواد الخام مباشرة بتقول لي احتياجاتي قد إيه من المواد الخام بالكمية وبالقيمة. ما بقدرش أعملها إلا في ضوء موازنة الإنتاج. مخرجات موازنة الإنتاج النهائية عبارة عن عدد الوحدات المتوقع إنتاجها، بتعتبر أول حاجة أدخلها في موازنة المواد الخام واشتغل عليها بعد كده. نشتغل عليها ازاي؟ بس هنا موازنة المواد الخام هتطلع لي بالكمية، يعني عدد الوحدات المتوقع شرائها من المواد الخام وبالقيمة وقيمتها كمان. هشوف انا عندي هنا تمرين حاولت اجمع فيه موازنة الانتاج وموازنة مشتريات المواد الخام، وده جمعت تمرين 141 143 وعملته طبعا لمنتج واحد، وافترضت ان انا هجيب لك في التمرين المبيعات المتوقعه، مش هقول لك اعمل لي موازنه المبيعات الاول، لا، افترضت انا لو عاوزه موازنه انتاج موازنه مواد خام هجيب لك من معطيات التمرين عدد الوحدات المتوقع بيعها للعام القادم. فبيقول لي وافترض ان الشركه اكس توفرت لها البيانات التاليه وجايبه على منتج واحد بس عشان طبعا ما تتلخبطش. منتج سين مبيعات المتوقعه لفترات ربع سنويه العام 20 طبقا لموازنة المبيعات 5000 وحدة، 2500 وحدة، 1000 وحدة، 1500 وحدة. مخزون آخر مدة متوقع
في المية من مبيعات الربع الحالي، مخزون أول المدة عام 2020. خلي بالي أنا بعمل موازنة 2020، يبقى أول مدة بتاع 2020 اللي هو كان آخر مدة 2019، عشان أنا ممكن أجيب لك أقول لك آخر مدة 2019، يجي الطلبة يقول فين أول المدة، هو أول المدة 2020. مخزون أول مدة المتوقع عندي 1000 وحدة، بجيب لك لأول ربع أول عام بس، وهنشتغل هنشوف نشتغل نطلعه في الأربع الباقية إزاي. احتياجات الوحدة الواحدة من المواد الخام، الوحدة الواحدة بتحتاج 10 كيلو. طب مخزون آخر المدة المتوقع من الكيلوات بتاعة المواد الخام دي قد إيه؟ قال لي 20% من احتياجات الإنتاج من المواد الخام بالربع الحالي. يعني كيلوات كل ربع أضربها في 20% يديني مخزون آخر مدة المتوقع للربع. طب مخزون أول المدة بقى، أول مدة العام 2020 هو اللي ممكن أجيبه بصياغة تانية، هو آخر مدة 2019 طالما أنا طالبة موازنة 2020. يبقى مخزون أول عام 2020 أو آخر عام 2019 متوقع عندي 3000 كيلو جرام. سعر شراء الكيلو جرام الواحد المتوقع 4 جنيه. هو عاوز موازنتين، موازنة الإنتاج للمنتج سين العام 2020، موازنة مشتريات المواد الخام بالكمية والقيمة. موازنة إنتاج تطلع بالكمية بس، ما بتطلعش بالقيمة. خلاص نبدأ نشتغل على هعمل الأول موازنة الإنتاج. هحط عندي المبيعات المتوقعة اللي جاية معطيات في التمرين. عندي الربع الأولاني 5000 وحدة، الربع الثاني 2500 وحدة، الربع الثالث 1000 وحدة، الربع الرابع 1500 وحدة. لو أنا جمعتهم على مستوى السنة كلهم كام؟ إذن عدد الوحدات المتوقعة على مستوى السنة هنا بجمع 10000 وحدة، بقول زائد المعادلة احنا قلنا مبيعات متوقعة زائد مخزون آخر مدة ناقص أول المدة. طيب مخزون آخر مدة عبارة عن إيه؟ قال لي 40% من مبيعات الربع الحالي. يبقى عندي الربع الأولاني 5000 وحدة مبيعات متوقعة، أضربها في 40% يديني مخزون آخر المدة للربع الأولاني 2000 وحدة. مخزون آخر مدة للربع الثاني 1000 وحدة، مخزون آخر مدة للربع الثالث 4000 وحدة، مخزون آخر مدة للربع الرابع 600 وحدة. طب للسنة كلها آخر المدة للربع الرابع اللي هو إيه؟ اللي هو شهر ديسمبر، هو آخر السنة. إذن أنا ملونها لك، يبقى آخر المدة مخزون آخر المدة للربع الأخير هو مخزون آخر المدة للسنة كلها اللي هو 600 وحدة. هقول ناقص بكمل المعادلة مخزون أول مدة. أنا جايبه لك أول مدة ل 2020 وقلت ممكن أجيب 2020 أو ممكن أقول لك آخر مدة 2019، هو حطها 1000 وحدة. طيب هكمل الاربع التلاتة ازاي؟ تعال بص الربع الاولاني مخزون اخر مدة فيه، مش مخزون اخر مدة فيه اللي مطلعه من الخطوة اللي فاتت 2000 وحدة، هو هيبقى اول المدة للربع اللي بعده الـ2000 وحدة. طيب مخزون اخر المدة للربع التاني 1000 وحدة، هو هيبقى اول المدة للربع التالت. مخزون اخر مدة للربع التالت اللي هم 400 وحدة هيبقى هو اول مدة للربع الرابع. طب السنة كلها مخزون اول مدة للسنة كلها اللي هو مخزون يناير، اول مدة اللي يناير، يبقى مخزون اول مدة الربع الاولاني هو مخزون اول المدة للسنة كلها، عشان كده انا ملوناهم بلون واحد. مهم جدا ان انا امشي، اوعى تجمع مخزون اخر المده الصف كله وتحطه على السنه، اوعى تجمع مخزون اول المده للصف كله وتحطه على السنه، ودي الطلبه بيتلخبطوا فيها. همسك ربع ربع، عندي ربع الاولاني 5000 زائد 2000 ناقص 1000، مش المعادله بتقول لي كده؟ عدد الوحدات المتوقعه من مخزون المبيعات زائد مخزون اخر المده ناقص اول مده هيديني برنامج الانتاج او موازنه الانتاج او عدد الوحدات المتوقع انتاجها للسنه الجايه، هيطلع عندي 6000 وحده زيه بالظبط عمود 2 و3 و4 وزيه بالظبط السنه كلها، زيه بالظبط السنه كلها. 10000 زائد 600 ناقص 1000 هتديني 9600. هبدأ بعد كده عندي موازنة المواد الخام. هعمل موازنة المواد الخام في ضوء موازنة الإنتاج. يعني اللي أنا طلعته في موازنة الإنتاج في الأول طلع لي في النتائج النهائية في الموازنة اللي فاتت، طلع لي إن في الربع الأولاني متوقع ننتج 6000 وحدة، في الربع الثاني 1500 وحدة، في الربع الثالث 400 وحدة، في الربع الرابع 1700 وحدة، في السنة كلها 9600 وحدة. يبدأ بقى جاي لي في التمرين قال لي الوحدة الواحدة محتاجة كام كيلو؟ محتاجة 10 كيلو، فبحول من وحدات إلى كيلوات. هضرب 6000 وحدة
واحدة في 10، هضرب 1500 في 10، هضرب 400 في 10، هضرب 1700 في 10، هضرب 9600 في 10. طلع لي احتياجات الانتاج بالكيلو من المواد الخام لكل ربع. ابدا اشتغل بنفس المعادله اللي اشتغلت عليها في موازنه الانتاج، بس هنا في فرق بقى على حسب ما هو جايب لي مخزون اخر مده واول مده. قال لي مخزون اخر المده عباره عن 20% من احتياجات الانتاج من المواد الخام لكل ربع. يعني همسك 60,000 اضربها في 20% اداني 12,000، همسك ال 15,000 اضربها في 20% اداني 3,000، همسك ال 4,000 في 20% اداني 800، همسك ال 17,000 اضربها في 20% اداني 3,400. طب اخر المده للسنه كلها عباره عن ايه؟ اخر المده لاخر ربع. اوعى تمسك ال 96,000 تضربها في 20%، وده بيخطا فيه بعض الطلبه. يبقى اخر المده لاخر ربع هو اخر مده للسنه كلها، عشان كده انا حطها بنفس اللون. طيب بعد كده هجيب اول المده، هو جايب لي اول مده لاول ربع بس 3000 كيلو، وانا قلت اول المده لعام 2020 هو اخر مده 2019. يعني جالك اخر مده 2019 او جالك اول مده 2020 هو يعني اول المده، يبقى جايب لي اول مده لاول ربع بس. طيب والثلاث ارباع اللي باقيه اخر المده للربع الاولاني 12,000 هيبقى اول مده للربع الثاني، اخر المده للربع الثاني في اللي هو 3,000 يبقى اول مده للربع الثالث، اخر مده للربع الثالث هو اول مده للربع الرابع. طب السنه كلها هي اول المده لاول ربع 3,000. خلصنا كده. ابدا اطبق المعادله، ما امسكش من فوق بقى، انا ماليش دعوه بفوق، من اول احتياجات الانتاج من المواد الخام. من اول 60,000 هقول 60,000 زائد 12,000 ناقص 3,000 يديني 69,000، الربع الثاني 15,000 زائد 3,000 ناقص 12,000 اداني عندي هنا ايه 6,000، وهكذا. واطبق برضو على مستوى السنه كلها، 96,000 زائد 3,400 ناقص 3,000 هيديني 96,400. بعد كده يبقى دي موازنه المواد الخام بالكميه. جايب لي سعر شراء الكيلو الواحد ب 4 جنيه، وانا عندي الكميه 69,000 كيلو في الربع الاولاني، لما اضرب في 4 يديني موازنه المواد الخام بالقيمه بالجنيهات، يعني 276,000 في الربع الاول، في الربع الثاني، الربع الثالث، الربع الرابع، في اخر في السنه كلها. هنا بقى ممكن اضرب عادي مفيش مشكله، 96,400 في 4 لان سعر الشراء مش هيتجمع، هيديني 385,600. يبقى كده خلصنا موازنة المواد الخام وعملناها في ضوء مخرجات موازنة الانتاج. الموازنة الثالثة اللي هي موازنة العمل، وهتعتبر بالنسبة لي آخر الموازنات الجارية. يعني احنا خدنا المبيعات، خدنا الانتاج، خدنا المواد الخام، وبالنسبة لي موازنة العمل. الموازنة دي بتوضح لي برضو بالكمية والقيمة. الكمية يعني عدد العمال المطلوبة بالساعات بتاعتهم بالأجور المباشرة بتاعتهم. بحاول ان انا عندي برضو اخد الموازنة العمالة تعتمد على، ماليش دعوة بموازنة المواد الخام، لا خلاص خلصت موازنة الخام. هاخد من موازنة الانتاج هحولها الى ساعات، وبعدين هيديني ساعات العمل المباشر المطلوبه، يبقى دي موازنه العماله بالكميه. هضرب في معدل اجر الساعه يديني موازنه العماله بالقيمه. فنشوف في تمرين برضو عندي اللي هو صفحه 145، بحاول اعمل له صياغه بحيث يبقى تمرين امتحان. بيقول لي افترض ان الشركه اكس تنتج المنتج سين باستخدام نوعين من العماله، عماله ماهره وعماله عاديه. الوحده الواحده من منتج سين بتحتاج من العماله الماهره 3 ساعات ومن العماله العاديه ساعتين. معدل الاجر المتوقع في العماله الماهره 20 جنيه في الساعه، العماله العاديه 10 جنيه في الساعه. برنامج الانتاج او موازنه الانتاج المتوقعه اللي هو 20,000 على مستوى الاربع ارباع، 20,000 وحده موزعه بنسبه 30% 30% 20% 20% على فترات الربع سنوي. المطلوب اعداد موازنه حتى اعمل موازنه العماله، هو قال لي 20,000 وحده على مستوى السنه، لو انا ضربتها ب 30% اديني على مستوى الربع الاولاني 6,000 وحده، على مستوى الربع الثاني 6,000 وحده، على مستوى الربع الثالث 4,000، على مستوى الربع الرابع 4,000. طيب عندي قال لي العماله الماهره الوحده هتحتاج 3 ساعات عماله ماهره وتحتاج ساعتين عماله عاديه. هشوف بقى موازنه العماله بالكميه او ساعات العمل المباشر سواء للعماله الماهره او العاديه لكل ربع. همسك ال 6,000 اضربها مره في 3 ومره في 2 اديني 18,000 ساعه بالنسبه للعماله الماهره، و 12,000 ساعه بالنسبه للعماله العاديه في الربع الاولاني، وهكذا في الاربع ارباع. وحاجه عندي على مستوى السنه كلها هجمع
عندي 18,000 العمالة المارية، زائد 18,000 ربع التاني، زائد 12,000 ربع التالت، زائد 12,000 ربع الرابع، أو إن أنا أمسك ال 20,000 وحدة أضربها في الثلاث ساعات. هنا الثلاث ساعات ما تتجمعش على مستوى السنة كلها، ما أجمعهاش زي ما هي، هديني 60,000 على مستوى العمالة العادية، ال 20,000 في 2 هديني 40,000، أو أجمع العمالة العادية لكل ربع من الأربع أرباع. يبقى أنا كده طلعت موازنة العمالة بالكمية. هو عاوز موازنة العمالة بالقيمة، جاب لي قال لي معدل أجر الساعة للعمالة الماهرة 20 جنيه في الساعة، والعمالة العادية 10 جنيه في الساعة. هاجي للعمالة الماهرة، أنا عندي ساعات العمل المباشر للعمالة العادية في الربع الأولاني 18,000 ساعة، هضربها في 20 جنيه يديني 360,000 جنيه. العمالة العادية هضرب ال 12,000 ساعة في 10 جنيه اللي هو معدل أجر الساعة، يديني 120,000 جنيه، وهكذا لكل لكل ربع وعلى مستوى السنة كلها. ممكن أجمع العمالة الماهرة على مستوى الأربع أرباع وأحطها يطلع 1,200,000، أو أمسك ال 60,000 أضربها في 20 جنيه معدل أجر الساعة يديني برضو 1,200,000. نفس الشيء للعمالة العادية، ممكن أجمع على مستوى كل ربع القيمة بتاعتها، أو أمسك ال 40,000 ساعة أضربها في 10 جنيه معدل أجر الساعة يديني عندي هنا 400,000 جنيه. بكده عملت آخر موازنة من موازنات الجارية اللي هي موازنة العمالة. دلوقتي احنا قلنا الفصل ده بيتعلق بموازنات الجارية، وخدنا أربع موازنات. النوع التاني موازنات رأس المال. عادة الموازنات الرأسمالية ترتبط بالمشروعات الاستثمارية اللي هي بتقعد لأجل طويل. بحاول إن أنا أستخدم فيها أساليب تقييم، الأساليب أو معايير التقييم دي على أساس إن هي مشروعات بترتبط بفترة طويلة من السنوات، فبتبقى المبالغ بتاعتها كبيرة، فبحاول إن أنا يعني ما أدخلش في المشروع إلا ما أعمل ليه تقييم وأشوف المشروع ده هيكسبني ولا يخسرني. فعندي المعايير التقييم أو أساليب التقييم في عندي كتيرة. أنا على سبيل المثال باخد منها صافي القيمة الحالية، فترة السداد، معدل العائد الداخلي، معدل العائد المحاسبي. لو أنا بصيت لأول حاجة اللي هي صافي القيمة الحالية، بيقول لي لو أنا عندي فيه مجموعة من البدائل ومعايا مبلغ معين عاوز أستثمره، البدائل ديت هعمل مقارنة ما بين كل بديل، وموجب صافي القيمة الحالية هختار البديل اللي هو ذو أكبر صافي قيمة حالية وموجبها. بيقول لي ترغب إحدى الشركات استثمار مبلغ 350,000 جنيه لإنشاء أحد المقترحات الاستثمارية، وتوفر لدي البديلان التاليين، كل بديل قال لي تدفقات الدخل المتوقعة لي، مشروع إكس مشروع واي، جايب لي كل سنة من سنوات اللي هي الخمس سنوات، بيفترض خمس سنوات، وإجمالي على مستوى مشروع إكس وإجمالي على مشروع واي. بيقول لي سعر الخصم اللي انا هقدر اخصم بيه او اجيب معاملات القيمه الحاليه 12%، المطلوب مقارنه بين البديلين باستخدام اسلوب صافي القيمه الحاليه، وتحديد اي المقترحين افضل، هل هو اكس ولا عندي هحط. طبعا هو بفترض ان هو بيجيب لي القيمه الحاليه او معامل القيمه الحاليه للجنيه خلال السنوات الخمسه في التمرين، فبحط المشروع اكس التدفقات بتاعته وبحط جنبه القيمة الحالية. والقيمة الحالية معناته ايه؟ معناته ان انا استحالة الجنيه السنة دي هيبقى نفس الجنيه السنة جاية، هيبقى نفس الجنيه السنة اللي بعدها، او القوة الشرائية للجنيه. الجنيه السنة دي بيشتري مثلا على سبيل المثال خمس رغيف عيش، السنة الجاية ممكن تبقى قيمته مش جنيه، تبقى قيمته 89، السنة اللي بعد وهكذا. فدي اسمها معاملات القيمة الحالية، واعتقد انتوا واخدينها في الادارة المالية مش مجانا، انا بجيبها جاهزة. يبقى معامل القيمة الحالية عن سعر الخصم اللي هو جايبهولي، انا ما بكلفكش ان انت تتعب نفسك وتجيبه، بجيبه العمود بتاع القيمة الحالية للجنيه. طيب المشروع اكس اللي هيجيب لي تدفقات منتظمه قدرها 100,000 جنيه لمده خمس سنوات، هاجي كل سنه من السنوات هقول ال 100,000 جنيه ديت هضربها في معامل القيمه الحاليه تديني 89,300، يبقى بعد سنه ال 100,000 قيمتها مش هتبقى 100,000، هتبقى قيمتها 89,300. هضرب ال 100,000 في معامل القيمه الحاليه للسنه الثانيه يديني القيمه الحاليه للتدفقات ديت 79,700، في السنه الثالثه 71,200، في السنه الرابعه 63,600، في السنه الخامسه 59,700. مجموع القيمه الحاليه كام؟ 363,500. يعني بعد خمس سنين
كانت مجموع التدفقات من غير ما اخد في اعتباري خصم او معامل القيمه الحاليه كانت 500,000. لا، القيمه الحاليه بتاعتها الفعليه من جداول القيمه الحاليه توصلت ليها 363,500. المشروع واي جايب لي تدفقات بس مش منتظمه، يعني في السنه الاولانيه 50,000، 80,000 في السنه الثانيه، 120,000 في الثالثه، 140,000 في الرابعه، 110,000. طب القيمه الحاليه بتاعته كام؟ هضرب برضو معامل القيمه الحاليه اللي انا حطاها 893 من 1000 هضربها في 50,000 هتديني 44,650. 797 من 1000 هضربها في 80,000 تديني 63,760. 712,000 هضربها في 120,000 تديني 85,440، وهكذا. اذا معامل القيمه الحاليه في التدفق يديني القيمه الحاليه للتدفق. اجمع للمشروع واي على مستوى السنوات الخمسه هيطلع لي 348,560. طيب حاجه اقول كده، عندي القيمه الحاليه للتدفقات النقديه بحطها الاول اللي هي المشروع اكس 363,500 ناقص تكلفه الاستثمار. المشروع دوت احنا بنقول معانا 350,000، عاوزين نتكلف في نعمل مشروع اكس ولا المشروع واي. فبقول مشروع اكس عندي 363,500 ناقص 350 اداني رقم موجب 13,500، ده اسمه صافي القيمه الحاليه. القيمه الحاليه للمشروع واي 348,560، هطرح منها تكلفة الاستثمار اللي هتبقى واحدة في المشروعين 350,000، اديني رقم سالب 1440. معنى كده ان صافي القيمة الحالية بالسالب. عشان افضل مشروع على مشروع او بديل على بديل، بختار المشروع ذو اكبر صافي قيمة حالية ولازم تكون موجبة. تاني اسلوب او معيار للتقييم مشروعات الاستثماريه في بالنسبه للموازنه الراسماليه هو فتره السرداد. فتره السرداد بيقول لي الفتره اللازمه اللي خلالها هحقق صافي تدفقات داخله بتسترد لي التدفقات الخارجه او تكلفه المشروع او التكلفه الاستثماريه للمشروع. طب لما بقارن ما بين البدائل بختار انهي مشروع او انهي بديل؟ اختار البديل ذو اقل فتره السرداد ممكن. طيب انا عندي بالنسبه لفتره السرداد بحلها بطريقتين. الطريقه الاولانيه بفترض ان المشروع بيجيب لي تدفقات نقديه متساويه طوال مده عمره الانتاجي او حياته الانتاجيه. هحسبها ازاي؟ التدفقات الخارجه اللي هي تكلفه الاستثمار او تكلفه المشروع، بسميها برضو الاستثمار المبدئي، على صافي التدفقات النقديه الداخله من تشغيل المشروع. هشوف عندي دي معادله بسيطه جدا ويطلع لي الناتج بالسنوات. فبيقول لي التمرين صفحه 161، لو كان احد المشروعات هيكلف 600,000، التدفق النقدي الصافي بتاعه 50,000 لمده 15 سنه، احسب لي فتره السرداد. ببساطه شديده هقول تكلفه المشروع على التدفق النقدي هيديني 12 سنه. يبقى هنا لو عندي اكتر من بديل، يعني بديل مثلا بحقق فتره السرداد 12 سنه، بديل 5 سنوات، اختار اني بديل ذو اقل فتره السرداد ممكنه. ده اذا كانت التدفقات النقديه اللي داخله متساويه. طب لو كانت غير متساويه نشوف بقى هنحلها ازاي. بيقول لي احدى المشروعات تكلفته 200,000، تدفقات نقديه صافيه داخله طول مده حياته 50,000، 60,000، 80,000، 150,000 في السنوات الاربعه. احسب فتره السرداد، وبالفرض ان قدرت فتره السرداد هنا او العمر هنا 3 سنوات، حدد القرار المناسب. بعمل جدول ببساطه شديده، بحط عندي جدول اربع اعمده، احط العمود الاولاني للسنوات، العمود الثاني للتدفقات الداخله، العمود الثالث التدفقات التراكميه، هنشوف هنجيبها ازاي، العمود الاخير لتكاليف الاستثمار او تكلفه المشروع. عندي تكلفه المشروع بحطها عندي في السنه الاولانيه دي بقول عليها سنه صفر، اللي هي عند الانشاء اللي لسه مش هيجي لي اي حاجه، فما فيش قدامها لا في تدفقات داخله ولا تدفقات تراكميه. بحط ال 200,000، وبعدين عندي السنوات الاربعه بحط اول عمود الارقام اللي جايه لي في التمرين 50,000، 60,000، 80,000، 150,000، وبعدين التدفقات التراكميه. معناته ايه؟ هاجي على السنه الاولانيه، التدفق الداخل في السنه الاولانيه كام؟ العمود اللي قبله 50,000 هحطها. طب السنه الثانيه كانت في السنه اللي فاتت 50,000 والسنه دي 60,000، يبقى المجموع كام؟ 110,000. ده اسمه التدفق التراكمي في السنه الثانيه. طب في السنه الثالثه كان معايا 110,000
من المرة اللي فاتت تراكمية، هيخش لي كمان السنة التالتة 80,000، يبقى 110,000 زائد 80,000 يديني 190,000، يبقى التدفق التراكمي للسنة التالتة 190,000. طب السنة الرابعة هيخش لي 150,000، أنا معايا التدفق التراكمي 190,000 من المرة اللي فاتت، 190,000 زائد 150,000 السنة دي يديني 340,000. خلاص جبت كده التدفقات التراكمية. أنا عندي تكلفة المشروع كام؟ 200,000. طب بصوا كده في التدفقات التراكمية، 200,000 بتقع فين؟ بتقع ما بين السنة التالتة والرابعة، يعني حديلي في السنة التالتة زائد جزء من السنة الرابعة ما عرفوش. يبقى هقول فترة السرداد عبارة عن معادلة، هحط هتجيلي 3 سنوات أول حاجة، ماشي؟ طيب انا عندي تكلفه الاستثمار كام؟ 200,000، والتدفق التراكمي في السنه الثالثه كام؟ 190,000. يبقى هقول 200,000 ناقص 190,000، ماشي؟ طب التدفق اللي داخل في السنه الرابعه كام؟ 150,000. يبقى هقول المعادله عشان اطلع جزء من السنه الرابعه هو قد ايه، انا ما اعرفوش. 200,000 تكلفه المشروع الاستثماري ناقص ال 190,000 اللي هو التدفق بتاع السنه اللي اوكي متاكده ان هيجي لي فيها، زائد الفرق ما بين عندي اسفه، هقسمه على ال 150 اللي هو التدفق بتاع السنه الرابعه. 200,000 ناقص 190,000 تقاضى طبعا على الاشاره هيديني 10,000. ال 10,000 اقسمها، ال 10,000 عباره عن ايه؟ الفرق بين تكلفه الاستثمار والحد السنة. احنا قلنا ان ال 200 هتقع ما بين ال 90,000 وما بين 340,000، يبقى الحد الاولاني او الحد الادنى او السنة التالتة اللي هي ال 190,000. يبقى 200,000 ناقص ال 190,000 يديني 10,000، قسمها على 150,000 هقول 3 سنوات زائد 10,000 على 150,000. طب انا قسمت ال 10,000 على ال 150,000 هيديني 7%، اذا فترة السداد 3.7%. ده عشان اوصل لجزء من السنة انا ما اقدرش اعرفه، لان التدفقات هنا غير منتظمة. ده بالنسبة لفترة السرداد في حالة عدم تساوي أو عدم انتظام التدفقات النقدية الدخل. طيب لو أنا عندي كذا بديل، لو أنا عندي كذا بديل هقبل المشروع ذو أقل فترة السرداد ممكنة، يعني هنا فترة السرداد 3.7 سنين، هيبقى أفضل من مشروع تاني يجيب لي فترة السرداد 4.5 سنين، لأن اتفقنا من الأول إن بختار البديل ذو أقل فترة السرداد ممكنة. اخر حاجه عندي اسلوب متواصل العائد على الاستثمار او معدل العائد المحاسبي. طبقا لمعدل العائد المحاسبي بختار المشروعات سوء اعلى معدل عائد محاسبي. احنا عارفين معدل العائد المحاسبي بنحسبه على اساس الاستحقاق، يعني صافي الربح اللي هو بيطلع من قائمه صافي الدخل، بيطلع من قائمه الدخل وهو محسوب على اساس الاستحقاق. بيقول لي عندي في تمرين صفحة 171، افترض ان المقترح واي، التكلفة الاصلية للمشروع عندي 200,000 جنيه، الحالة الانتاجية المقدرة 10 سنوات، التدفق النقدي الداخل السنوي 50,000، المطلوب معدل العائد المحاسبي. انا طبعا عشان احسب معدل العائد المحاسبي لازم يكون عندي الربح المحاسبي، انا ما عنديش صافي الربح المحاسبي، بضطر اجيبه ازاي؟ انا ما عنديش الا التدفق النقدي، والتدفق النقدي في فرق بينه وبين صافي الربح. صافي الربح المحاسبي ده بيبقى على اساس استحقاق، التدفق النقدي بيبقى على اساس نقدي. قال لي انا ممكن بمنتهى البساطه اقول عندي الاهلاك هحسبه طبقا لطريقه القسط الثابت، العشر سنوات يبقى عندي 200,000 على 10 اديني قسط الاهلاك السنوي عندي 20,000. طب عندي التدفق النقدي، لو انا طرحت منه الاهلاك الرقم الناتج ده عبارة عن صافي الربح المحاسبي، يبقى إما يجي لك صافي الربح المحاسبي جاهز أو يجي عن طريق اللفة. اللفة دي إن يجي لك التدفق النقدي شيل منه قسط الإهلاك هيديك صافي الربح المحاسبي، هيبقى عندي في البسط صافي الربح المحاسبي المقام تكلفة الاستثمار أو تكلفة المشروع. يبقى عندي 200,000 على 10 طلع لي 20,000، التدفق النقدي عندي 50,000 أشيل منه 20,000، يبقى صافي الربح المحاسبي 30,000. 30,000 لو أنا قسمتهم على تكلفة الاستثمار وضربت في 100 هيطلع لي 15%. طبعا لضيق الوقت انا الفصل الاخير مش هقدر ان انا اكمله نظرا للظروف الطارئة اللي احنا اضطرنا ان احنا نسجل الملف. اتمنى ان شاء الله تكون محاضرات ميسرة وسهلة بالنسبة لكم وتفهموها، وباذن الله بدعي لكم ان ربنا يوفقكم
وندعي كلنا إن ربنا يرفع عن مصرنا الحبيبة البلاء والوباء، ويرفع عن العالم كله. وإن شاء الله بإذن الله أتمنى ليكم التفوق مش النجاح بس في المادة بتاعتي. وشكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.